المدرسة مكان تتعلمون فيه وتقابلون الأصدقاء وتكونون صداقات جديدة وتمرون بخبرات كثيرة. هذا ممتع عادة، إلا أنكم قد تشعرون أحياناً أنكم تائهون أو خائفون أو حياتكم محمومة. يحدث التوتر النفسي حينما تعانون كثيراً ولا تعلمون إن كان بإمكانكم التعامل مع كل هذا أم لا. قد ينتج التوتر النفسي عن الفروض المنزلية أو توترات في المنزل أو مباراة أو عرض مرتقبين أو الانتقال إلى مدرسة جديدة أو قرارات هامة مثل ما العمل بعد التخرج. التوتر النفسي أمر طبيعي ويمكن أن يكون جيداً. قد يساعدكم في اللعب جيداً في مباراة كرة قدم أو عزف موسيقى منفرد أو عرض تقديمي أمام صفكم. هنا يكون أمراً حميداً. التوتر النفسي الضار بالصحة هو التعامل مع أمور كثيرة في ذات الوقت. يبدأ هذا في التأثير على طريقة تفكيركم وجسدكم ونومكم ومستوى انتباهكم وأمور أخرى. تسبب أمور يومية مثل مشاكل الأصدقاء والوسائط الاجتماعية وفروض المدرسة التوتر النفسي، إلا أن التوتر النفسي المبالغ فيه قد يتحول إلى مشكلة. قد يحدث القلق حينما تظل المشاعر القلقة أطول من المعتاد. قد تشعرون باضطراب في البطن أو تصبح أيديكم غارقة في العرق أو لا يمكنكم الجلوس دون تململ أو تشعرون بغصة في الحلق أو تعانون من صعوبة في النوم. قد يدور في ذهنكم كل شيء سلبي قد يحدث. ماذا لو لم أنجح في الامتحان؟ ماذا لو لم يعد أصدقائي يريدون قضاء الوقت معي؟ قد تعانون من صعوبات في التركيز وشعور بالغضب أو الانعزال ولا تشعرون برغبة في عمل بعض الأمور. تذكروا لستم وحدكم، يعاني الجميع أحياناً من التوتر النفسي والقلق. جربوا هذه الأمور كي تساعدكم. هدئوا أنفسكم بالتنفس العميق أو الاستماع إلى الموسيقى أو الخروج. لو كانت لديكم أنشطة كثيرة خففوا منها. حافظوا على صحتكم بالنوم لعدد ساعات كاف وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة. استعدوا لمواجهة موقف مثير للقلق عن طريق الكتابة ما ستفعلون. فكروا أفكاراً إيجابية، امنحوا أنفسكم دفعة معنوية مستخدمين أفكاراً مثل أنا رائع، يمكنني تحقيق ذلك. عليكم وشكر النعمة فإنها مفتاح السعادة. اطلبوا المساعدة ممن يهتمون لأمركم مثل الأصدقاء وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم. قد يكون التوتر النفسي أمراً صحياً أو ضار، يمكنكم التصرف حينما يكون أمراً ضاراً. تحدثوا إلى أفراد عائلاتكم أو أصدقائكم أو موظفي المدرسة أو غيرهم محل ثقتكم حينما يسوء الوضع.